الآلة الإعلامية الحقيقة يمكن من أهم الأسلحة اللي ممكن تستخدمها أي دولة عشان تقدر أنها توجه وعي شعبها. عشان كده إحنا مهتمين في صباح الخير يا مصر إن إحنا نتابع الصحف الإسرائيلية بتقول إيه وبتتكلم إزاي لشعب الكيان المحتل الشعب الإسرائيلي. الصحف الإسرائيلية رصدت حالة الحقيقة من الغضب بالشارع الإسرائيلي اعتراضا على سياسات الحكومة المتطرفة، خصوصا إنه رغم مرور 77 يوم من العدوان على غزة لا يزال هناك تساؤلات حول مصير المحتجزين، وبالفعل هناك خطر بيهدد الداخل الإسرائيلي بجانب الوضع الاقتصادي اللي تأزم بشكل كبير جدا. بنحاول نفتح مع حضراتكم دايما نافذة على الصحافة الإسرائيلية والمعالجة الإعلامية لأهم العناوين والمنشطات في هذه الصحافة للحرب على قطاع غزة. تعالوا في قراءة تحليلية للصحف الإسرائيلية وأهم العناوين والمنشطات نتعرف عليها مع دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الفل دكتور محمد، صباح الفل جومانا، نهاركم جميل. أهلا بحضرتك. هبدأ مع حضرتك مع يديعوت أحرنوت اللي بتكشف عن مشاجرات وخلافات حادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي وأعضاء المجلس الأمني الإسرائيلي، خلافات وصلت لاتهامات وتبادل الاتهامات بشكل كبير والتخوين والحديث عن تضخم أنفاق حركة حماس الممتدة من القطاع إلى العمق الإسرائيلي. أسرار وكواليس هذه الخلافات كما كشفتها صحيفة يديعوت أحرنوت. الحقيقة يعني إسرائيل تعيش على مستوى القيادة السياسية والعسكرية في حالة من الخلافات والتشابك والتراشق الشديد بسبب أحداث الحرب على غزة، وبسبب عدم قدرة إسرائيل على حسم المعركة تجاه المقاومة الفلسطينية وتحقيق انتصار على الرغم من مرور حوالي 77 يوم على هذه الحرب. أبرز ملامح هذه الخلافات كما شاهدناها هذا الأسبوع هو مشاجرة داخل المجلس الأمني الموسع بقيادة بنيامين نتنياهو وبحضور رئيس الأركان الإسرائيلي هيرستي هاليفي والوزير بن جفير وبعض وزراء حزب الليكود. ما حدث تحديدا أو بداية الشرارة كانت من غضب وزراء اليمين المتطرف بسبب قرار الجيش تعليق أعمال بعض الجنود الإسرائيليين أو جنود جيش الاحتلال الذين اعتدوا على المسجد الكبير في مخيم جنين. في هذا الموقف قرر الجيش إيقاف هؤلاء الجنود لتحسين صورته أمام العالم بعد الغضب الشديد من هذه الفيديوهات التي شهدت اعتداءات غير مقبولة في العالم بشكل عام ضد المسجد. لكن الجنود أو الوزراء من اليمين الإسرائيلي فضلوا عدم معاقبة هؤلاء الجنود بدعوى أن هذا العقاب يخفض الروح المعنوية للجنود. طبعا هذا يكشف عن الوجه المتطرف والقبيح لوزراء اليمين الإسرائيلي في حكومة نتنياهو. هنا احتدم النقاش بين الوزير بن جفير من وزير الأمن القومي الإسرائيلي من حزب القوى اليهودية ورئيس الأركان الذي قال أنا صاحب القرار وأنا الذي يحدد ما هي مبادئ الجيش الإسرائيلي ومن يتم إيقافه من الجنود عن العمل ومن يمارس العمل في داخل الجيش. هنا بدأ يصرخ في وجه الوزير بن جفير وفقا لما ذكره الإعلام الإسرائيلي صحيفة يديعوت أحرنوت وكذلك برامج التلفزيون، وبدأ يقول له أنا القيادة السياسية وأنا صاحب القرار وأنا من يأمرك بما تفعل. هنا صرخ فيه رئيس الأركان وقال له لا تهددني أنا سوف أفعل ما أراه صحيحا. لم يكن هذا هو الخلاف الوحيد دكتور محمد وأستاذ الجمانة في هذه الجلسة، لكن نشب خلاف آخر بسبب النفق الذي أعلنت إسرائيل عن اكتشافه مؤخرا. وهنا بدأ يسخر من رئيس الأركان عدد من الوزراء ويقولون له أنتم اكتشفتم هذا النفق متأخرا جدا، وأين كنتم في يوم 7 أكتوبر عندما كنتم نائمون واستطاع عناصر المقاومة الدخول للمستوطنات وقتل من قتلوا وأسر من وقع في الأسر. هذا الخلاف في مجمله كما أراه هو يعبر عن الخوف من اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب والدخول في محاكمات. يقف بنيامين نتنياهو خلف الكواليس ويحرك عدد من الوزراء لإلقاء المسؤولية كاملة على قادة الجيش الإسرائيلي ليكونوا هم كبش الفداء
في اي لجنه تحقيق مقبله، ويتحمل رئيس الاركان هيرتسي هاليفي وقاده الجيش المسؤوليه عن الاخفاق الامني والفشل الامني في يوم 7 اكتوبر، ويخرج بنيامين نتنياهو كما يتصور من خلال هذه الخلافات التي تسرب الى العلن، يعني يخرج كما يقال دون ان يعاقب او يمس بسوء في لجنه التحقيق. طيب دكتور محمد، يعني بعد دعوت احرنوت خلينا نروح مع حضرتك لصحيفة معريف، وتحت عنوان فشل جديد للمخابرات الإسرائيلية، محمد ضيف يمشي ويحرك يديه. الصحيفة بتناقش إحدى مفاجآت هذه الحرب بخصوص قادة حماس، ماذا يتناول هذا المنشات منشات معريف حول هذه القضية يا فندم؟ اللي حاصل ان المجتمع الاسرائيلي منذ بدايه الحرب يسير من فشل الى فشل، فشل على مستوى تحقيق اهداف الحرب الكبرى المعلنه، القضاء على حركه حماس واعاده المخطوفين بالقوه العسكريه، ثم القضاء السياسي على اي وجود للمقاومه الفلسطينيه في الحكم في غزه وما شابه ذلك من اهداف كلنا نعرفها. لكن في الواقع ان الان بدات اسرائيل تتحول فيها النبرة، وبدأ يحدث حالة من الشك في قدرة إسرائيل على القضاء التام على المقاومة الفلسطينية، وبدأ الهدف الأكبر يكون اغتيال أكبر عدد ممكن وأهم أشخاص من قيادات المقاومة الفلسطينية، وأصبح في قمة قائمة المطلوبين الأمنيين لاغتيالهم يحيى السنوار من جهة، ومحمد ضيف باعتباره مسؤولا عسكريا عن كتائب القسام من جهة. كان يشيع في إسرائيل خلال الفترة وخلال السنوات الماضية أن محمد ضيف الذي نجا من 7 محاولات اغتيال بأعجوبة أصيب في هذه المحاولات يعني إصابات بالغة، وصلت حسب ما نشره الإعلام الإسرائيلي وما ينشره منذ سنوات إلى إصابات في قدميه وفي يديه، وصلت إلى أن بعضهم قال أنه مشلول عن الحركة ولا يستطيع أن يمشي على رجليه ولا يستطيع أن يحرك يديه، ويساعده شخص أو عدة أشخاص في التنقل والحركة، وكانوا يسخرون تماما من هذه المسألة. ما حدث أن أثناء عمليات الاجتياح داخل قطاع غزة تدعي المخابرات الإسرائيلية أنها وصلت إلى أشرطة فيديو تثبت أن محمد ضيف يسير على رجليه وليس مصابا في يديه ويحرك يديه بشكل سليم. هذا الأمر على بساطته أصاب المخابرات الإسرائيلية في مقتل، لأن كلمة محمد ضيف تحولت إلى ترند في المجتمع الإسرائيلي وأضيفت إلى الفشل الذي منيت به المخابرات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر في عدم توقع الهجوم، والفشل في عدم تقدير قوة حركة حماس، والفشل في تقدير حجم الأنفاق، وبالتالي أصبحت المخابرات الإسرائيلية أيضا من الجهات التي سوف تتحمل المسؤولية بعد الحرب أمام أي لجنة تحقيق، وبالتالي بدأ الإعلام الإسرائيلي ينشر ويكشف فضائح المخابرات الإسرائيلية التي تقدم نفسها باعتبارها جهاز مخابرات لا يبارى ولا ينافس، لكن في الواقع نكتشف أنه يقع في أخطاء. وده بيعكس فشل استخباراتي مستمر منذ بدء الحرب لإسرائيل. هروح مع حضرتك من معريف لهارتس، كاتبة من عرب 48 تكتب مقالا بالعبرية تهاجم فيه عنصرية الإعلام الإسرائيلي، دعوة مذيع إسرائيلي شهير بأحد البرامج التلفزيونية الكبرى لإبادة 100,000 فلسطيني، دعوة في منتهى العنصرية، مذيع خرج على الشاشات وقدم هذه الدعوة وقال إن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة. تابعت إزاي يا فندم أصداء هذه التصريحات في وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ الحقيقه الكاتبه حنين مجادله بتكتب مقال مهم جدا في صحيفه هارتس، هي كاتبه من عرب 48 تجيد العربيه والعبريه، وتحاول ان تشرح للاسرائيليين لماذا صورتهم في العالم صوره قبيحه وسيئه. دائما يتساءل الاسرائيليين وبراءه الاطفال في اعينهم، لماذا يكرهنا العالم؟ لماذا ينظر العالم الينا نظرة سيئة؟ صحيح. واستخدمت الفيديو الذي رآه المجتمع الإسرائيلي هذا الأسبوع بالكامل وأصبح حديث الساعة في إسرائيل لمذيع متخصص في الشؤون العربية يدعى تيفي تسكيلي. هذا المذيع خرج على الشاشات ينظر ويقول أن كان من المهم أو كان من الواجب على الجيش الإسرائيلي في أول يوم حرب
أن يقتل عبر القصف الجوي 100,000 فلسطيني في ضربة واحدة، لأن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة، ومن ثم هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة للقضاء على غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية. وعندما اعترض عليه أحد شركائه في تقديم البرنامج قال هذا رأيي وهذا ما أعتقده، وأنا أفهم الشارع العربي جيدا وأفهم ما يجبر العرب على الاستسلام. بالطبع هذا المذيع يقدم نفسه باعتباره متخصصا في الشؤون العربية ويعتبر نفسه كمان يعني إعلامي، لكن احنا لو عصرنا هذا المذيع يعني ممكن ينزل 80% من عنصرية و2% بس إعلامي. صحيح. فإحنا لو بصينا للمسألة ديت وحاولنا نقلب الآية دكتور محمد وقلنا إن مثلا أي مذيع مصري أو عربي بشكل عام وقال نقتل 10,000 يهودي كانت الدنيا سوف تقوم ولا تقعد، وبالذلك ولذلك تقول حنين مجادلة الكاتبة الفلسطينية من عام 48 في صدر صحيفة هارتس في مقال مهم، تعالوا نحصي كمية العنصرية ومحاولة الاعتداء على الفلسطينيين والدعوات المستمرة من وزراء ومسؤولين وإعلاميين ومواطنين إسرائيليين لقتل وإبادة أكبر عدد ممكن. طيب.